السلام عليكم. اليوم شيواتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد طاجين ديال البيض ومطيشه اللي قالت لكم عليه الملقب في المغرب بالبائم. هذه كلمه كتضحك شي شويه ولكن حنايا المغاربه كنقولوا لها هكذا. هذا الطاجين هذا اللي غادي نحتاجوه فيه، عندي هنايا علبه ديال المطيشه اللي انا عندي واجده، عندي مقطعه طريفات كذلك. انتم لا بغيتوا غادي تقبطوا واحد ثلاثه مطيشات حتى الاربعه وغادي تزولوا لهم الزريعه وتحكوهم في الحكاكه يبقاو بداك الماء ديالهم. عندي هنايا الملح على حسب الذوق، وعندي الكمون، وعندي الثومه اللي بقى كيبغي الثومه يديرها واللي ما كيبغيش يستغنى عليها. عندي هنايا واحد المعلقه ديال المعدنوس، وكذلك عندي الفلفل الحمراء، وعندي هنا الزيت البلديه مخلطه مع الزيت الروميه. هذا الطواجن هذا غادي نطيبو في طاجين. انا الطاجين دائما كيف هذه تشوفوا كنقبط حديده، الحديده اللي كنحطوا عليها الماعن. كنعطيكم الافكار ديالي دائما معايا، طاوه سخونه ولا شي حاجه اللي كنحطوها فوق لابابو او فوق البوطاجي، درت لها الفولي ولا البابي الالومنيوم وكنحطها باش كتحمي لها الحراره ديالها. كنا نطيبو عليها هكا الطاجين. وهذا الطاجين هذا خلاص قبل ما كان النصيحه اللي غادي نعطيكم عليه، ان الطاجين نهار اللي كنشريه انا كنبيته في الماء، كنخليه واحد النهار ولا يومين كيشرب مزيان باش ما كيحاولش يطرطق لكم لا كان جديد. هذه النصيحه اللي غادي نعطيك. كذلك تلف داك الفراح ولا داك الطاجين اللي كيكون ما فيش هذا البريو تيكون ناشف، حتى هو كذلك كنديروا له الماء وكنخليه يرغن باش كيتقال. بالنسبه لهاد الطريقه هذه كتكون عندي ناجحه، ما كتطيب الطاجين على المهل ديالو. وكاينين الناس اللي كيديروا الياجوره او الجليجه باش كيطيبوا، انا هذه فكره، ولا الطاجين المقله ديال الحديد. المهم عطيتكم فكره انا هكا كنطيبو. دابا غادي نشعل على الطاجين شي شويه سخون باش غادي نضيف فيه العطريه ولا المطيشه. دابا انا درت هنا الطاجين كيسخن، غادي نضيف عليه الزيت. دابا غادي نضيف الثومه اللي انا قطعتها صغيره مربعات رقيقين، يعني مقرضه مشلضه صغيره، بغيتو تمعسوها معسوها بالقطاعه. هانتوما شفتو الزيت راه سخنات. دابا غادي نضيف مطيشه وغادي نخليها تشحر مزيان مع هاد. دابا غادي نخلي انا هاد المطيشه هادي مزيان كطيب مع هاد الثوم والزيت البلديه. غادي نغطي عليها. دابا غادي نغطي عليها وغادي نخليها تطيب. صافي نعري عليه. دابا غادي ندير العطريه، غادي ندير الملح على حساب الذوق، نديرو على حساب ان غادي نفكر حتى البيض فيه مره، كمون، الفلفل الاحمر، الفلفل الحمراء، كذلك المعدنوس، ونحركو هادشي. عاوتاني غادي نغطي عليه تشرب العطريه فيه. دابا ها هي دي لاصوص وجدات عندي. الا كانت عندكم طريفات حسيتو بهم باينين، انا كنمعسهم هكذا باش كتجي تختار وكتجي عاقده وكلشي تيجي طايب مزيان. دابا غادي نديرو حفيرات هنا فين غادي نديرو البيض.
دابا غنخلي هكا وغادي نغطي عليه هكذا ونخليه يطيب. ما تحرقوهمش وغادي يكون التوصيل ديالنا واجد ونتلاقاو مع الشكل النهائي. صافي هذا هو الشكل النهائي مع هاد المكله، كتجي رائعه. كنتمنى انكم تجربوها وراها بسيطه وكيعرفها كل واحد بلا ما تقولوا لي راه حنا كنعرفوا البيض مطيشه. يلا شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.